بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بالمجموعة الثالثة من الأسئلة تبعت اليونت 4 من البارت الأول 2020، وهذه المادة جديدة، اليونت 4 كلها جديدة بموضوع الانتجريتد ريبورتينج. طبعا احنا حلينا مجموعتين على السكشنز، سكشن 1 وسكشن 2 حليناهم، مجموعات على كل سكشن. الآن بدنا نحل مجموعة سكشن 3. عنوان السكشن Guiding Principles and Content Elements of the Integrated Reporting، مبادئ توجيهية ومحتويات اللي هو التقرير الموحد. حنبدأ بالأسئلة، خمس أسئلة فقط بالفيديو هذا. السؤال الأول: Which one of the following is not an element of value creation process؟ الـ value creation process لها عناصر. طبعا أنا بدي أتبع من الآن فصاعد أسلوب إنه أرجع للعنوان الرئيسي، هيو سكشن 3، هيو 4.3 Guiding Principles and Content Elements of the Integrated Reporting. أوكي، إذن الـ elements هذه هيها A B C D E F G. أنا لخصتهم عندي هنا وحطيتهم قدامي الـ elements بالسؤال، يعني حطيتهم جنب السؤال، ملخصهم حاطهم جنب السؤال مشان نستعين بهم بالحل. إذن is not، إذن هذولا الأربعة واحدة منهم مش موجودة هون. إذن هنا في عندنا العناصر تبعت الانتجريتد ريبورتينج والتي تقوم بخلق قيمة مضافة للشركة، هذول هم التسعة، واحدة من هذول مش موجودة. الجوفرنس موجودة، انتجريتد ريبورت مش موجودة، استراتيجي اند ريسورس الوكيشن وينها؟ هيها موجودة. فيوتشر اوتلوك وينها؟ هيها اوتلوك. اذا هذه الوحيده اللي مش موجوده وبالتالي لا تعتبر عنصر من عناصر الاليمنتس اوف انتجريتد ريبورت. لاحظ هون مكتوب انتجريتد ريبورت، يعني الانتجريتد ريبورت هو التقرير الموحد الشامل، اوكي، يشمل هذه العناصر، لكن هو عباره عن التقرير، التقرير مش عنصر، جزء من التقرير. التقرير هو عبارة عن فورمة تطلع هذه العناصر كلياتها، هيها التسعة من A لحد I. اوكي، اذا is not معناته الجواب B. هذول موجودات بالمادة، بدك ترجع لها section، هيها 3 من اليونت 4. اذا الجواب عندنا B، هيها B. B the integrated report is merely، يعني بقول لك مجرد a vehicle، vehicle يعني سيارة ناقل، to show the value creation process، ليفرجيك القيمة المضافة التي قابت بالشركة بإضافتها أثناء عملها خلال سنة كاملة. Publishing the integrated report، ويقوم هذا التقرير يتم نشره، and the document itself are not part of، وفي له مستندات وملحقات والى اخره، فهذه مش جزء من الكرييشن. يعني هذا اسلوب تعبير عن انه عندنا كرييشن، الكرييشن ياتي من خلال هذول كلياتهم. اذا بتشتغل على الفيوتشر اوتلوك معناته كرييشن، بيرفورمانس كرييشن، استراتيجي اند ريسورس الوكيشن، ريسك اند اوبورتيونيتيز الى اخره. بدك تقرا الموضوع اللي انا اوريدي شارحه بالفيديوهات، اربع فيديوهات عندي، كل سكشن له فيديو.
ابحث عنه على اليونت 4. إذن الجواب عندنا B. وبقول ليش A غلط؟ governance is part of the value creation. إذن مش not. إذن is. إذن A غلط لأنها is. وC غلط لأنها is. strategy and resource allocation are part of the value creation process. هيها strategy and resource allocation. هذا هي strategy and resource allocation part of the value creation. والfuture outlook هيها outlook. future outlook دي future outlook is part of the value creation process. خلصنا من سؤال 20. 21. preparing an integrated report involves certain challenges. عندما تعد تقرير موحد يتضمن أو يتخلل عملية إعداد التقرير تحديات. What part of the IR framework provides information on how to present the content of the integrated report? ما هي الجزئية من الأربعة هذول التي تعطي معلومات كيف يتم إعداد التقرير الموحد وكيفية إعداد البيانات تبعته؟ المحتوى present the content كيف ترتب المحتويات of the integrated report. أوكي؟ هاي المعلومات عندنا بدك ترجع بتحب تقراها هايها من هون من 4.3 guiding اللي هو section 3. أوكي؟ إذن ما هو البارت اللي بيهتم في عملية how to present هاي how to present the content of the integrator محتويات التقرير content elements نفسها لا هذه جزء هي كيف تنظم مش هي نتيجة لا الطريقة كيف تنظم capitals جزء من guiding principles هاي guiding التوجيهات كيف تعد التقرير وكيف ما هي محتويات التقرير هاي إذا الجواب عندنا C fundamental concepts هذول كلهم جوا محتويات التقرير بس هذه how to prepare و how to prepare the contents of the report إذا الجواب عندنا C هيها 21 C هيا C إذا the guiding principles provide guidance for preparers لمن يريد أن يعد التقرير أو معدي التقارير of integrated reports التقارير الموحدة on how information should be presented كيف يجب إظهار البيانات في داخل التقرير. These principles can sometimes conflict هذه المبادئ قد تتضارب بعضها مع بعض مثل an integrated report should be both concise and complete شو يعني؟ قال إيه يجب أن يكون موجز ولازم يكون مكتمل كيف حتيجي هاي؟ مكتمل بدك تكتب لك 1000 صفحة موجز بقول لك بكفي 20-30-100 صفحة أنا شفت التقرير في لشركة ميتسوبيشي بال2015 أكثر من 100 صفحة إذن هون في شوية إذن الجايدانز الجايدانسز أو الجايدلاينز أو الجايدنج برينسيبلز هذه هي من تنظم عملية إعداد وعرض المعلومات في التقرير. But the concept discussed such as materiality may help preparers make professional judgment while preparing the integrated report. لكن في شغلة زي الماتيرياليتي بدك تدير بالك عليها ما فيهاش اختصار. أوكي هاي هالماتيرياليتي هذا هي guiding principles كيف تحكي بالاستراتيجية focus on the future orientation connectivity information stakeholder relationship materiality and conciseness اللي هي الإيجاز reliability and completeness consistency and comparability 9 أوكي طيب إذن A غلط لأنه the content elements are required
elements for the integrated report, but do not provide guidance on how to present an information. إذا شو هي جزء من التقرير ولكن ليس بها لها علاقة في قضية how to prepare أو how to present the information. ها B capitals. Capitals جزء من التقرير. Capitals are part of the fundamental concepts, but their presentation is at the somewhat discretion of the organization. يتم عرضهم بطريقة تخضع لتقدير الشركة القائمين على الشركة. هم الست كابيتالز. ودي طبعا سي هي الصح. Fundamental concepts. هاي دي Fundamental concepts are elements that should be addressed in an integrated report. عناصر يجب أن توضع بالتقرير. However, the IR framework does not state how this information should be presented. ما في نص معين كيف اللي هي بسموها الفانديمنتال كونسبتس المبادئ الرئيسية أو الأفكار الرئيسية أو هيك شيء. إذا الجواب اللي لازم يكون هو إنه كيف بنا نعرض البيانات في التقرير ومحتوى ذلك التقرير من خلال الجايدنج برينسيبلز اللي هي هيها عندنا هون جايدنج برينسيبلز. هاي تابع لمين؟ هيها سكشن 3 للمادة. أوكي؟ إذا الجواب عندنا سي 21. 22 must an organization address all the content elements كل العناصر defined in the IR framework نطاق الـ IR الـ integrated report هذول هم العناصر يجب أن تتكلم فيهم كلهم نعم no إذا غلط وno إذا غلط ويس إذا صح وno إذا غلط ما بدناش نناقش هاي بس يس All content elements هذا هم should be addressed in the integrated report. لازم تحكي عنهم. هيهم هذول أنا جايبهم بإيجاز بس هم عليهم تفاصيل. هاي. هاي واحدة. هاي organizational overview and external environment governance. Business model هيا risk and opportunities strategy and resource allocation عادهم أنا بالأرقام هم معدودين بالأحرف الأبجدية performance outlook 6-7 بعد ثنتين هيا basis of preparation كله بدك إيش يكون مكتوب فيه محكي عنه general reporting guidance تمام إذن برجع لهون وبقول yes all content elements should be addressed لازم نحكي عنهم in the integrated report ونروح لهون ومنناقش الجواب ونروحش على الباقي all content elements defined in the IR framework should be addressed in the integrated report هاي هاي من 1-9 هذول كلهم لازم تحكي عنهم كلهم هيها The content elements and the questions posed include the following. Okay. Then all content elements defined in the IR framework should be addressed in the integrated report. How these topics are addressed and in what order is decided by the preparers of the. كيف تم التعامل مع هذه التوبكس العناوين وكيف يتم ترتيبها بخضع لمين لمعدي التقرير هاي بدك تحكي فيها organization overview and external environment والظروف البيئية وكذا والظروف المحيطة والgovernance وbusiness model وrisk and opportunity إلى آخره إذا الجواب عندنا سي بيس ل 22 23 What issue is most likely to result from strict interpretation
تفسير دقيق of the guiding principles of reliability and completeness. Reliability and completeness. Reliability and completeness بيناتهم conflict. There is a conflict between reliability and completeness. هيا فرجيك هي reliability and completeness. هاي وينها relationship هون risk basic preparation sorry هيها هون هيها تابع لمين للguiding أنا رحت على موضوع ثاني guiding principles منها reliability and completeness. شو يعني reliability؟ يعني الدقة والمصداقية والنزاهة والcompleteness الاكتمال اكتمال المعلومة. طيب شو بقول هون reliability and completeness most most likely يعني أكثرها دقة وصحة to result from strict reliability and completeness might conflict with the guiding principle of conciseness. ممكن يصير بين التعارض تتضارب مع بعض تحت مبدأ الإيجاز أوجز. طبعا أوجز تقدر تحط 1000 صفحة ما بتقدر تحط 1000 صفحة يا لا تعمل لك 100 صفحة 80 صفحة 60 صفحة عن الشركة. إذا في مبدأ بسموه conciseness الإيجاز من الguiding principles. إذا هذول بتعارضوا مع بعض. ليش بتعارضوا مع بعض؟ مرات أنت لازم تكون دقيق ولازم تكون كومبليت. الدقة يعني بمعنى الدقة يعني المصداقية وكذا إنه بدك تعمل تحكي عن الديبريشيشن. الديبريشيشن أو تقييم المخازن هذه يعني إلى حد ما فيها جادجمنت. يعني بتحط استهلاك مثلا 10 سنين بدل 15 سنة أو 8 سنين بدل 10 سنين أو 5 سنين بدل 8 سنين أو whatever. إذا كيف بك تكون complete or reliable وتتماهى مع مبدأ أوجز؟ أوجز معناته بدك تختصر، اختصار معناته بدك تخفي بدون قصد تخفي معلومة معينة أو تختصر معلومة معينة معناته تخفاه. إذا أعتقد ما في غير أي مناسبة لها الموضوع إنه reliability and completeness might conflict أيها معلومة conflict with the guiding principle of conciseness بتناقضوا مع اللي هو اللي هي الإيجاز. فبصير كيف تصير أنت reliable and complete صعبة. إذا المناسب A B external assurance may be difficult. التأكيد الخارجي ممكن يكون difficult especially regarding non-financial information خاصة في يعني معلومة هاي صحيحة مليحة من برا انك تجيب external assurance قد يكون صعب خاصة في الأمور اللي هي ما هيش financial information اللي هي non-financial information customer satisfaction كذا إلى آخره. إذا البي شوف تعليقه خلنا نرجع ل احنا متفقين على ايه the guiding principle may be in a conflict applying the reliability and completeness principle tends to result in reporting more information. الcompleteness بدها كثير معلومات والconciseness بدها والreliability بدها معلومات كثير لكن الconciseness بدها اوجز. Applying the conciseness principles tend to exclude information. أبعد بعض المعلومات مش فاضيين ما عندناش مساحة الناس ما بتقدرش تقرأ. Thus the principles are guidelines that cannot always be strictly applied. Principles are guidelines that cannot always be strictly applied. إذا مرات المبادئ هي عبارة عن توجيهات وguidances أحيانا قد لا تستطيع أن تطبقها حرفيا. يعني الconciseness بقول لك حبيبي أوجز أوجز يعني اختصر بعض الكلمات حتى بدك تعطي قصة بقول لك يلا أعطيني من الآخر شو بدك من الآخر معناته ما دخلتش بالتفاصيل معناته ما أظهرت الحقيقة 100%. The preparers of reports
must use judgment when applying the guidelines. إذا معدي التقارير نعم بيستخدموا judgment زي depreciation زي amortization زي whatever. أوكي؟ طيب إذا الجواب A B ليش B غلط مش مناسبة. The external assurance is a challenge. نعم challenge for a company adopting the integrated reporting process especially with respect to the quality, volume and control of non-financial information. الكواليتي والكمية وقضية ايش اللي هي الكنترول on financial of financial non-financial information. non-financial information قلنا customer satisfaction والاختراع والبنية التحتية والمعلومات كثيرة بالسكس كابيتالز موجودة. But the need for validation applies to the company integrated story, not just to the conflict between reliability and completeness. بس بدهم شوية تأكيد. The validation جاية من برا. Okay. لكن منقدر نقول انه صعب انك انت تعطي معلومات الى حد ما دقيقة عن ما يخص non-financial information. إذن but the need for validation applies. الفاليديشن بتيجي من ايش؟ من الاكسترنال اشورنس. يعني حد يجي من برا جهة خارجية يتأكد تختم تطبع زي هيئة المواصفات والمقاييس مثلا. اوكي؟ سي reliability and completeness is not one of the guiding principle. لا هي one of the guiding principle. شفناها هسه. هاي. هاي اف جاي من وين؟ من guiding principle. اذا غلط الجواب. اذا سي غلط. دي it is impossible to measure the non-financial aspects of integrated report. It can therefore never be reliable. لا مش impossible. في مقاييس لكن مش بالضرورة تكون 100% معرضة لا judgment. إذا دي مش مناسبة. طيب إذا هي دي. Also reliable reporting non-financial information may be difficult. هي صعبة نعم. It is possible and therefore does not make the integrated report unreliable. إذا هي ممكنة ولأنها ممكنة وهي أكيد إنها صعبة لكنها ليس بالضرورة أن تحول integrated report إنه ولا مش موثوق فيه لأنه في شوية non-financial أو في non-financial وفي تأكيدات عليها والعملية فيها صعوبة ما بتحولها إلى unreliable report. Moreover, the essence of integrated reporting is the connection of financial and non-financial information with the potential for long-term value creation. The essence of integrated reporting is the connection of financial and non-financial. طبعا التقرير المالي ليس التقرير تبع الشركة ليس بالتركيز على الماليات لابد من الربط بين الماليات وأثر الأمور الأخرى على الماليات اللي هي الفايف كابيتالز الأخرى اللي هم سكس كابيتال فاينانشال وغيره. إذا لابد من الربط على non-financial وتأثيرها على الماليات وتأثير الماليات على النون فاينانشال وتأثير النون فاينانشال مع بعضها البعض. أوكي؟ طيب إذا الجواب عندنا لـ 23 A. Connectivity of information. شو يعني connectivity؟ هاي بقينا نحكي هلا فيها إنه تداخل البيانات مع بعضها البعض المعلومات مع بعضها تأثيرها على بعضها customer satisfaction له علاقة بزيادة الإنتاج له علاقة بالماركت شير له علاقة بالأرباح له علاقة بالكرياتيفيتي تبعت الشركة له علاقة بطموحات الشركة. إذا في تداخل. إذا connectivity of information means that the content elements should be presented in a fixed order prescribed. لا ما في fixed order وصف محدد ما في. إذا غلط. Is connection of all six capital to each other and demonstration of how they are related. مش بالضرورة لأنه six capitals مش بتوفروا بكل حالة. في حالات في شركات فيها ثلاثة كابيتالز في شركات فيها أربعة في شركات فيها خمسة في شركات ما فيها فيها ستة بس مش دائما تقول سكس كابيتالز لأنه مش دائما في كل شركة سكس كابيتالز إذا بيغلط.
C is the principle that the integrated report should present a holistic view of different aspects of the company. نعم، هي عبارة عن إنه التقرير يجب أن يعطي صورة شاملة، صورة شاملة عن الشركة، ما يخلي أي شغلة إلا تنذكر، وفي تشابك بالبيانات connectivity of information بتأثر بعضها البعض. إذا الجواب C. D requires companies to provide digital platform in which digital platform منصة رقمية its customer can search to find relevant interrelated and linked information. مش بالضرورة هذه لها علاقة بالconnectivity of information تبعت الintegrated report. إذا الجواب عندنا C اللي هي holistic view of different aspects of a company. Connectivity of information is the principle that the integrated report should present a holistic view of different aspects of the company. فكرة شاملة من كل المشاهد، من كل النواحي، من كل وجهة النظر. The information gathered from responses to the questions posed in the IFIR framework is never stand alone. ما في معلومة تبقى منعزلة، يجب أن تتداخل المعلومات وتتشابك وتؤثر بعضها ببعض. Consequently وبالتالي the issue is how these interrelated factors affect the ability of the company to create value over time. إذن هذه العناصر يجب أن تتداخل لتحكي وتتكلم بأن هناك أمر واعد ومستقبل واعد للشركة وفي قيم مضافة راح تحققها الشركة. The ability of company to create value over time مستمر. وقلنا الفاليو مش دائما فلوس. اوكي؟ اذا قلنا ايه غلط. ها content elements should be presented in a logical way not fixed way. هاي قال لك fix order. لا منطقي، اسلوب منطقي، ما فيش شيء مثبت، ما فيش شيء متبع، دائما النص واحد. حكينا عنها. اوكي؟ B 6 capitals to each. لا مش دائما ال 6 capital. شوف بي the 6 capital are fundamental concepts of integrated reporting. They need not be presented in every report. مش كل report لازم يكون فيه 6 capitals. And those presented need not be categorized in accordance with IR framework. مش مرتبين بطريقة ثابتة. Furthermore, some may not be relevant to particular company. أكيد بعض الكابيتال مش مناسب لشركة من الشركات. Requires company to provide digital platform. Digital platform is only one way of showing the connectivity of information. A company also may link relevant information through static read-only document. يعني بإمكانهم الكاستمرز يتعاملوا، كل من يتعامل مع الشركة على بيانات يطلع عليها كذا، لكن هذه الوضع يختلف عن ايش؟ عن الانتجريتد ريبورت اللي بده يطلع. اوكي؟ تبعت البيانات اللي موجوده في الانفورميشن اللي موجوده في الانتجريتد ريبورت. لانه موضوعنا الانتجريتد ريبورت. شوف انتجريتد ريبورت. اذا الجواب عندنا سي. نكون خلصنا هذا المجموعه. بعد علينا 6 أسئلة ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.